أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها من شهادات مقابل رسم وقدره 250 دينارا كويتيا، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بتأمين صحي شامل من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية غير قابلة للإلغاء. وأوضح الجلاوي أن القرار يتضمن بعض الفئات المستثناة والمتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، إضافة إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق مع مراعاة الهيئة للجوانب الاجتماعية. وأفاد الجلاوي بأن القرار سيطبق لمدة عام على أن يتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقا لأوضاع سوق العمل وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.